احسن العراقي انا مكلفه بهذا البرنامج ديال الومن ان بيزنس في البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه. وحنا الهدف ديالنا هي نعاونوا المقاولات المغربيه اللي تقدموا ويتنموا على طريق الدعم المادي والدعم التقني. وحنايا تندعموا مع البنك الاوروبي واليونيو اوروبيان اللي تدعم هذا البروغرام هذا البرنامج تندعموا وتنعطيو المال لمساعده هاد المقاولات المغربيه. كل المقاولات ديال النساء يمكنهم يستافدوا وعلى حسب التقدم ديالهم ولا التطور ديالهم تنعطيوهم شي مساعدات باش نقدروا ننميوهم. دونك كل ما هو محتاجو يجيو يهضروا معنا ونشوفوا حنايا كيفاش يمكننا نساعدوهم. يمكن نعاونوهم بالكوتشينغ ستاجير نلاقيوهم مع مقاولات اللي تقدموا وعرفوا يمشيو اما في ديمارشي في برا ولا في المغرب وينميو المقاوله ديالهم. تنقدموا لهم خبراء باش يقدروا يعاونوهم يشوفوا المقاوله ديالهم شنو خاصها ويعاونوهم في هذا التقدم، وهذا الشيء كامل حنا تندعموه. سميتي حنان بوحمود، عندي مكتب دراسات في مجال البناء. بروغرام كان اصلا دار بشراكه مع اون اسوسياسيون اللي انا فيها مع ونابيني في سيفا استفدنا منه، وكان عبارة على عدة ورشات ديال اللي تعلمنا فيها اللي الفينانس الانترناسيونال، يعني كيفاش ممكن أننا نصدروا لي برودوي ديالنا، كيفاش نستافدوا من لي كريدي، كيفاش ممكن أننا نستافدوا من لا استراتيجي فينانسيير، يعني كل شيء هذا. أنا بديت المقاولة ديالي من بعد ما دوزت واحد الفترة في السالاريا كعاملة، فبديت المقاولة دابا تقريبا شي 3 سنين، والمقاولة ديالي هي في مجال الخدمات في البناء، يعني كنديروا الدراسات الهندسية لأي أي 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 مبنى يعني. وحنا كان مؤخرا يعني قولي في عامين، يعني مجرد ما بدينا 3 سنين عامين عام موراها بدينا كننتجه فقط المجال ديال المعامل لي بلاتفورم اندستريال لوجيستيك كاملين. جامع فاتن الزهراء، انا مديره شركه الرخام. انا شاركت عرضوا عليا لا بيم سي او باش نشترك في الكلوب بي ام او، هي واحد لا فورماسيون اللي كيديروها غير على ود العيالات، دونك النساء في ميدان العمل، كانوا مؤسسات شركات ولا مديرات شركه ولا كتكون خدامه في الديبارتمون فينانسي، يعني مهم عندها دور محرك لهذيك الشركه. دونك هاد لا فورماسيون كتعلمك اولا كيفاش تسيري الشركه ديالك، لا من ناحيه الماليه، يعني كيفاش تمولي الشركه ديالك. ثانيا كتعلمك الاطار القانوني اللي كتخدمي فيه. سيكومات سي علوي.